النهارده هناخد درس مهم لطيف. انا عارفه انكم الامبريولوجي وانا كمان يعني ما كناش بنحبه قوي، بس احنا هنقوله بطريقه يعني كلينيكالي ابليكابل واورينتد. حتى هتلاقوا انه في كلام كتير قوي من اللي احنا بنقوله النهارده مرينا عليه قبل كده في الامينوريا وفي حاجات كده، فهتلاقوا ان الموضوع مش سيء. فاحنا حاجه اسمها سيكشوال ديفرنشيشن، يعني ازاي بيحصل ديفلوبمنت للسيكشوال اورجانز، الفيميل جينيتال اورجانز، سواء كان انترنال جينيتاليا او انترنال اورجانز او اكسترنال اورجانز او الاوفري او الجونادز. فهو ده اللي احنا هنتكلم عليه، الجونادال ديفرنشيشن اللي هي الاوفريز او التستيكلز، انترنال اورجان ديفرنشيشن اللي هو بنتكلم على اليوترس بقى والفاجينا والفالوبيان تيوبز والسيرفكس والحاجات دي اللي هو الانترنال اورجانز بس، واكسكلودد الاوفري. ما هو الاوفري ده اكس ان انترنال اورجان، واكسكلودد الاوفري لوحده لان هو ليه امبريولوجيكال اوريجين لوحده، عشان كده الاوفري حطيناه لوحده او الجونادال ديفرنشيشن لوحدها، وبعدين بقيه الانترنال اورجان اللي هي بالبيك اورجانز، وبعدين اخر حاجه اللي هي الاكسترنال جينيتال. كل واحد من دول عايزين نعرف الديفلوبمنت بتاعه بيجي من ايه. طيب نيجي اول حاجه للجونادال ديفرنشيشن، هو امتى بيحصل جونادال ديفرنشيشن، او بمعنى اخر يعني امتى نقول على الفيرتلايز اوفم ده اللي هو الفيتس او الزايجوت اللي اتكون ان ده هيبقى ميل او هيبقى فيميل؟ ها وقت التايم اوف فيرتلايزيشن، لو السبرم ده اللي عمل الفيرتلايزيشن كان واي كروموزوم، في واي كروموزوم، يبقى بالتالي هيبقى الديفلوبمنت ميل. لو السبرم اللي عمل فيرتلايزيشن كان اكس كروموزوم، يبقى بالتالي الديفلوبمنت ده هيبقى فيميل. فالجونادال ديفرنشيشن دي ات ذا تايم اوف فيرتلايزيشن بتتحدد ات ذا تايم اوف فيرتلايزيشن، لكن الجوناد ان انا ابص على الجوناد او يبتدي ان يبقى فيه شكل التستيكل او شكل الاوفري، ده ممكن يبقى على الاسبوع السادس مثلا او حاجه زي كده جيستيشن خلاص. لكن الديفرنشيشن طبعا بيحصل ات ذا تايم اوف فيرتلايزيشن، ويا اما هيبقى اكس واي يا اما هيبقى اكس اكس، ما فيش حل اخر. يعني هنتكلم على النورمال، نورمال جونادال ديفرنشيشن، فيا اما هيبقى اكس واي يا اكس اكس. الفكره ان الواي كروموزوم بيكاري كويس انتيجين، واللي هو تستيكلر ديفرنشيتنج فاكتور بيكاري انتيجين او اتش واي انتيجين اللي هو عليه التستيكلر ديفرنشيتنج فاكتور. يعني ايه تستيكلر ديفرنشيتنج فاكتور؟ يعني لو موجود هيبقى فيه يعني لو ده موجود هيبقى فيه ديفلوبمنت للتستيكلز. يعني لو عندنا الواي كروموزوم هيبقى عندنا الواي اتش واي انتيجين ده، فبالتالي هيبقى عندنا فيه ديفلوبمنت للتستيكلز لان في حاجه اسمها تستيكلر ديفرنشيتنج فاكتور. طب افرض ان الواي كروموزوم ده ما كانش موجود، كان اكس بس، في ممكن اكس بس ويعيش وكده ولا ايه؟ الترنر بالظبط كده. طب لو ما فيش عندنا الواي كروموزوم او في الترنر ايه اللي هيحصل؟ ليه فيميل؟ عشان ما فيش التستيكلر ديفرنشيتنج فاكتور بالظبط كده. فالديفلوبمنت اوف ايميل نيدز التستيكلر ديفرنشيتنج فاكتور، لكن الديفلوبمنت اوف فيميل هينيد ايه؟ مش هينيد حاجه، هو بس عايز ان الواي ما يبقاش موجود، والناتشرال ديفلوبمنت بيبقى تورز الفيميل. يعني ده طبيعي الناتشرال ديفلوبمنت تورز الفيميل الا اذا كان في واي كروموزوم، لكن لو ما فيش واي كروموزوم خلاص يبقى كده الناتشرال ديفلوبمنت تورز الفيميل. ليه تورز الفيميل؟ عشان ما عندناش تستيكلر ديفرنشيتنج فاكتور، ما فيش تستيكلر ديفرنشيتنج فاكتور، فبالتالي التستيكلز مش هتديفلوب، والتستيكلز دي هي اللي بتسكريت تستوستيرون، فمش هيبقى فيه اندروجين اكسسيف اندروجين، يبقى بالتالي الديفلوبمنت هيبقى تورز الفيميل. يبقى انت if you need a male to develop محتاج واي كروموزوم عشان يبقى عليه تستيكلر ديفرنشيتنج فاكتور، فيبقى فيه تستيكلز والتستيكلز دي تبقى فانكشنينج وسكريتنج تستوستيرون. بس كده ولا في حاجه تانية محتاجينها؟ الميلير اندكت انهيبيتنج فاكتور ماشي، بس يعني الريسبتورز بالظبط كده، لان ممكن كل ده يبقى موجود، يبقى عندنا الواي كروموزوم وعندنا اتش واي انتيجين وعندنا تستيكلر ديفرنشيتنج انتيجين وعندنا تستيكلز وعندنا سيكريتنج سيركيليتنج تستوستيرون، لكن مفيش ريسبتورز تشوف هذا السكريتنج تستوستيرون الكتير اللي موجود في الدم. فلو مفيش ريسبتورز اند اورجان ريسبتورز اللي هي تشوف هذا التستوستيرون، يبقى برده مش هيبقى في ديفلوبمنت للميل او الفينوتايب بتاع الميل زي في الاندروجين انسفيشينسي سيندروم بالظبط كده. فانت محتاج كذا حاجه عشان يبقى الفينوتايب في الاخر ميل، محتاج ان يبقى عندك واي كروموزوم عشان يبقى عليك تستيكلر ديفرنشيتنج فاكتور عشان يبقى التستيكلز ديفلوب، والتستيكلز دي هي اللي بتسكريت تستوستيرون هاي ليفلز اوف تستوستيرون، وسيركيليتنج تستوستيرون ده يبقى فيه اند اورجان ريسبتورز عشان تكاتش هذا التستوستيرون، فيبتدي بقى الديفلوبمنت بتاع الانترنال اورجانز كويس والاكسترنال اورجانز الاكسترنال جينيتاليا ان ذا فينوتايب اوف ايميل. لو مفيش الواي كروموزوم كويس، يبقى بالتالي ما عندناش تستيكلر ديفرنشيتنج فاكتورز، مفيش تستيكلز، فهيبقى الديفلوبمنت مفيش تستوستيرون كده، فهيبقى الديفلوبمنت النورمال ديفلوبمنت تورز الفيميل. طيب هل بس التستيكلر ديفرنشيتنج فاكتور والتستيكلر ديفرنشيتنج فاكتورز ده هيعمل الانترنال اورجانز الانترنال اورجانز او الانترنال جونادز اللي هو التستيكلز، او لو
ما فيش التستيكلز هيبقى الديفلوبمنت للجونات دي هيبقى انزوفورما اوف اوفري. ايه الفرق بين الاوفري والتستيكلز؟ ان احنا عندنا الجينيتال ريدج، لان هو الديفلوبمنت ده بيبقى من حاجه اسمها جينيتال ريدج، في كورتكس وميدلا. الكورتكس اللي هي الاوتر لاير والميدلا هي الانر لاير. في التستيكلز بيبقى الكورتكس هو اللي رفيع والميدلا هي الكبيره. في الاوفريز العكس، الكورتكس هو اللي كبير وبيبقى فيه هو ده الاوسايتس وكده، والميدلا هي اللي بتاتروفي وتعمل لنا الهايلم اوف ذا اوفري، او هي بيحصل اتروفي للميدلا. اوكي، فهو بالديفلوبمنت بتاع التستيكلز اللي هو بيبقى الميدلا هي اللي بتبقى تيكينج الابر هاند، لكن الاوفري بيبقى الكورتكس هو اللي تيكينج الابر هاند. طب ايه الجيرم سيلز؟ ما احنا عندنا جونادز تستيكلز ولا اوفري، وعندنا جيرم سيلز، وعندنا سكس كورت سيلز. فاكرين في الاوفري والاوفيريان تيومرز كنا بنقول في ابيثيليال سيلز كويس، وبعدين في عندنا ديفلوبمنت الونج جيرم سيلز اللي هي الاووسايتس او السكس كورت سترومال سيلز. السكس كورت سيلز اللي هي مين بالنسبه للاوفري؟ الجرانيولوزا والسيكا سيلز بالظبط كده، وفي الستروما. فاحنا هم دول الحاجات الديفلوبمنت، يا اما الجونادز بتاعتنا عشان الدرجه يعني. فاحنا هنا عندنا جونادز يا تستيكلز يا اما اوفري، والتستيكلز هي بيبقى فيها الميدلا تاكينج الابر هاند، والاوفري بيبقى فيها الكورتكس هو اللي تاكينج الابر هاند. طب نيجي نشوف الجيرم سيلز. الجيرم سيلز في التستيكلز هي ايه دكاتره؟ سبرماتوسايتس. هي الجيرم سيل هي سبرماتوسايتس اللي هتسكريت السبرمز. طب والجيرم سيلز بالنسبه للاوفري؟ الاوسايتس. الاوسايتس هو اللي بيحصل اللي هي بتسكريت الاوفم وبيحصل فيها الاوفم. طب ايه هي السكس كورد سيلز؟ سيرتولي سيلز. بالنسبه للتستيكلز هي السيرتولي سيلز. السيرتولي سيلز ده بقى دي بتسكريت هو الموليريان داكت انهيبيتنج فاكتور. السيرتولي سيلز اللي هي سكس كورد سيلز بتاعه التستيكلز بتسكريت حاجه اسمها موليريان داكت انهيبيتنج فاكتور، ومن اسمها بتعمل انهيبيشن للموليريان داكت. فعندنا السيرتولي سيلز واللايدك سيلز دول السكس كورد سترومال سيلز بتوع التستيكلز، وطبعا السكس كورد سترومال سيلز بتوع الاوفري زي ما احنا عارفين اللي هما الجرانيولوزا والسيكا سيلز. فبالتالي الديفلوبمنت اوف فيميل، بس مش عايزين التستيكلر ديفرينشيتنج فاكتور، فمش عايزين الواي كروموزوم، ومش عايزين برده السيرتولي سيلز. ومنطقي ان هو طالما مفيش تستيكلز مفيش برايمري سبرماتوسايتس وما عندناش السكس كورد سترومال سيلز، يبقى مش هيبقى فيه سيرتولي سيلز، فمش هيبقى موجود الموليريان داكت انهيبيتنج فاكتور. فهتلاقي ان هو التستيكلز في الفيميلز ويل نوت ديفلوب، مش هيبقى عندنا تستوستيرون، وفي نفس الوقت الموليريان داكت ويل نوت بي انهيبيتد، فبالتالي الموليريان داكت هتجرو. فده اللي هنشوف ليه الانترنال اورجانز بقت ان ذا فورم اوف فيميل. يبقى احنا بنتكلم على الديفلوبمنت بتاعه الجوناد او الجونادال ديفرنشيشن. الجونادال ديفرنشيشن او الجونادز سواء التستيكلز او الاوفري بتبقى ديفلوبد فروم الجينيتال ريدج، والجينيتال ريدج ده موقعه بيبقى في يعني بتوين الريبس كده والسباين بالظبط كده، يخرج من بين الصلب والترائب اللي هو الصلب اللي هو السباين والترائب اللي هي الريبس خلاص، ويبتدي يحصل لها مايجريشن لحد ما تنزل تروح للبلبس. ازاي بيحصل مايجريشن للجينيتال ريدج او اللي هي الجونادز دي لحد ما تروح البلبس؟ جبرناكيلوم بالظبط كده. الجبرناكيلوم اللي هو فايبروماسكولار ستراكشر اللي هو الجبرناكيلوم هو اللي بيحصل له بيبتدي يشد على الجينيتال ريدج، يشد على الجينيتال ريدج اللي هم الفيوتشر جونادز لحد ما توصل للبلبس. لما توصل طب الجبرناكيلوم لما توصل للبلفس هيحصل له ايه؟ اللي هو الراوند ليجمنت. عشان كده بنقول الراوند ليجمنت ده بيبقى يعني اتاتشد بيباس من الانجواينال كانال لحد ما ينزل تحته ويبقى انسرتد في الليبيا ميجورا. ده لو هو بنتكلم على الفيميلز. فاحنا عندنا هنا الاوفريز او الجونادز، حتى الاوفريز او التستيكلز دول بيبقوا ارايزد اوريجينالي فروم مش البلفس، ده اساسا ابدومينال ستراكشر. عشان كده بيكيب البلاد سبلاي والليمفاتيك درينج بتاعه. البلاد سبلاي اللي هو من الاورطه، بياخد بلاد سبلاي من الابدام من الاورطه، والليمفاتيك درينج الباراورتيك ليمفيت. فعشان كده الجونات دي قلناها لوحدها لان هي امبريولوجيكالي من الجينيتال ريتش حاجه مختلفه، اللي هي بتبقى اساسا ابدومينال وبتكيب البلاد سبلاي بتاعها اللي هو الابدام من الاورطه، والليمفاتيك درينج بتاعها اللي هو الباراورتيك ليمفيت. فده بالنسبه للجونادال ديفرنشيشن. في سؤال هنا في الجونادال ديفرنشيشن؟ نيجي نشوف بقى لو هو عندنا التستيكلر ديفرينشيتنج فاكتور هيحصل ايه. هيحصل انه
هتبقى في ديفلوبمنت للتستيكلز، والتستيكلز دي بتسكريت تستوستيرون، والسيركيليتنج تستوستيرون ده هيبتدي يخلي الولفيان داكت، ولفيان داكت تبتدي ان هي تجرو وتكون الانترنال اورجنز بتاعه الميلز بس. وهيبقى عندنا مولاريان داكت انهيبيتنج فاكتور من السيرتوري سيلز، فبالتالي المولاريان داكت هتبقى انهيبيتور. طب افرض ان هو لا ما كانش اكس واي، كانت اكس اكس، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ما عندناش تستيكولر ديفرينشيتنج فاكتور، فما عندناش تستيكلز، وما عندناش سكريتنج تستوستيرون موجود، ليفلز اوف تستوستيرون عاليه موجوده، وفي نفس الوقت برضو ما عندناش مولاريان داكت انهيبيتوري سيلز، فبالتالي ما فيش مولاريان داكت انهيبيتنج فاكتور، فبالتالي المولاريان داكت هتبتدي ان هي تجرو. فعشان كده المولاريان داكت تبتدي تجرو. طبعا لما الولفيان داكت ما فيش تستوستيرون والولفيان داكت في الاكس اكس تبتدي ان هي يحصل لها اتروفي، بيبقى فيه رامننس للولفيان داكت دي موجود. ايه الرامننس بتاعت الولفيان داكت اللي انتوا تعرفوها في الفيميلز افندم؟ في ام اللي بتطلع باروفيرينسيس، هو مش الطبيعي يبقى في باروفيرينسيس، لكن الباروفيرينسيس دي ممكن تطلع لو الرامننس اللي هم اسمهم ايفوفرين او فاروفرين كويس، اللي هم حوالين يعني هي دي الولفيان داكت اللي هو منقطه بالاخضر دي، فبالتالي ممكن الايفوفرين والفاروفرين دول يحصل لهم في سيكريشن تبقى انسايد، فيبتدي ان هم يكبروا ويعملوا لنا حاجه اسمها الباروفيرينسيس. طب في رامننس ثانيه نعرفها يا دكاتره افندم؟ الجارتنر داكت بالظبط كده، الجارتنر داكت او جارتنر سيست. الجارتنر سيست دي موجوده فين؟ حد يعرف لو يعني لو واحده عندها موقعها فين؟ هي تحت، تحت فين؟ لازم تبقى تحت موجوده. هتحت في اي حته؟ تحت خالص، تحت ناحيه الفاجينا. يعني لو حصل جراث للجارتنر داكت دي بنلاقيها واحنا بنعمل اكزامينشن فاجينا، الاكزامينشن انتيرير انترولاترال، يعني بتبقى انترولاترال بارت اوف ذا فاجينا، لان فعلا اللور اند اوف ذا وولفيان داكت بتعمل لنا حاجه اسمها جارتنر داكت ويتش از يعني رامننت او فيري روديمنتري، لكن لو حصل برده اكيميليشن اوف سكريشن فيها بتكون لنا حاجه اسمها جارتنر سيست. فاللور اند، اللور اند بتاعت الولفيان هي اللي بتعمل لنا الجارتنر سيست. يبقى احنا كده الميدل بارت اللي هو الاف اوفرن بار اوفرن اللي هو ممكن يعملوا باروفيرين سيست، واللور اند اللي هي الجارتنر داكت اللي هي ممكن تعمل لي جارتنر سيست في اللور اند اوف ذا فاجينا، الانترولاترال بارت اوف ذا فاجينا. طب والحته اللي فوق بقى، الحته اللي فوق بقى اللي هو عند الفالوبيان تيوب كويس وعند الونج ده هتعمل ايه؟ في حاجه اسمها هيدافيس سيست اوف مورجاجني، سمعتوا عنها يا دكاتره؟ دي بتبقى فين الهيدافيس سيست اوف مورجاجني؟ في الفالوبيان تيوب، لو حته كده صغيره من الفيمريال اند، حاجه ملهاش اي سيجنيفيكانس خالص، حتى لو شفناها بالسونار او باللاباروسكوب او احنا فاتحين ولقينا كده هيدافيس اوف مورجاجني، دي ملهاش اي سيجنيفيكانس غير انها امبريولوجيكال رامننت من الولفيان داكت، ودي بتبقى في الابر بارت. يعني اول حاجه خالص من الرامننت بتاعه الولفيان داكت هي هتعمل لي ممكن الهيدافيس اوف مورجاجني، وبعدين يليها حاجه اسمها كوبل تيوبولز مش مهمه خالص، وبعدين عندنا الايفوفرين والبارافرين، وبعدين اخر حاجه الجارتنر ده. فدول الرامننت بتاعه الولفيان لو احنا حصل ديفلوبمنت ان ذا فورم اوف فيميل، مش مهمين دول، مش مهمين. المهم طبعا عندنا اللي هو مولاريان داكت انهيبيتنج فاكتور، يبقى المولاريان داكت دي حصل لها جروث اند ديفلوبمنت. وعندنا كام مولاريان داكت؟ حد يعرف؟ 2 بالظبط كده، عندنا 2 مولاريان داكت، فهم 2 مولاريان داكت اللي بيحصل لهم فيوجن، بيحصل لهم فيوجن. طب المولاريان داكت دي بتكون لنا ايه؟ بتكون لنا بتكون لنا من اول فوق بقى الفالوبيان تيوبس واليوترس والسيرفكس والابر فاجينا بالظبط كده. يبقى كل الانترنال بيلفيك اورجانس اساسا هم من المولاريان داكت. يعني المولاريان داكت دي كونت لنا كل الفيميل انترنال اورجانس طبعا ما عدا الاوفري عشان هم جاينت ريتش، لكن الباقي كله متكون من المولاريان داكت ما عدا اللور اند اوف ذا فاجينا، لان احنا قلنا هنا ابر اند اوف ذا فاجينا، اللور اند اوف ذا فاجينا هنشوف هيتكون منين، يعني ده بيتكون مع الاكسترنال جاينت. يبقى احنا عندنا المولاريان داكت كويس ديفلوب ديو تو ذا ابسنس اوف ذا مولاريان داكت انهيبيتنج فاكتور بتاع السيرتوري سيلز. ما فيش سيرتوري سيلز، ما فيش مولاريان داكت انهيبيتنج فاكتور، فبالتالي حصل جروث للمولاريان داكت. وده اللي بيحصل في التيرنر، ما هي ما عندهاش اكس كروموزوم زايد، هو عندها الاكس الوحيد واحد بس اكس كروموزوم. طب عندها يوترس وفالوبيان تيوب وفاجينا وكده؟ عندها هايبو ديفلوبت، هايبو بلس بس موجودين اندر ديفلوبت. لكن لو اديت لها انت اتش ار تي كويس هتمنستريت وهيحصل لها سكندري سيكشوال كاركترز، هي مشكلتها في هنا في الاوفري، لكن بالنسبه للاكس هي عندها اكس واحده ما عندهاش الاكس الثانيه، وهي مش محتاجين الاكس الثانيه دي عشان الديفلوبمنت اوف فيميل، هي بس ما عندهاش الواي كروموزوم، فبالتالي ما فيش تستيكلز ولا تستوستيرون، وما عندهاش مولاريان داكت انهيبيتنج فاكتور، فالمولاريان داكت هتجرو صحيح هتبقى اندر ديفلوب، لان المولاريان داكت عشان تكونتينيو جروث اند ديفلوبمنت محتاجه استروجين. مشكله لايه يا دكاتره؟ في ايه؟
حقيقي، ده كلام بديهي ومنطقي، يعني محتاجه اسال يعني مولاريان دكت عشان تكونتينيو الديفلوبمنت بتاعها، يعني هي امبريولوجيكال هي ديفلوب، لكن هل مولاريان دكت بتاعه الفيتس او بتاعه النيونيت بتاعه الجيرل النيونيتال جيرل او الجيرل ات بيوبرتي، يعني اليوترس والسيرفكس بتاعها والفاجينا نفس الديفلوبمنت بتاع واحده افتر بيوبرتي؟ اكيد لا. اليوترس بيبقى صغير او هايبوبلاستيك شويه والاندوميتريوم مش ديفلوبت وكده، محتاجين الاستروجين عشان اليوترس يبقى يكبر شويه للليفل السايز بتاعه ويبقى الريشيو من البادي للسيرفكس 2:1 يعني، ويبقى الاندوميتريوم فانكشنينج اندوميتريوم يحصل لها منستريشن، كل ده محتاج استروجين. هي مشكله التيرنر ان هي ما عندهاش اوفريز، لكن مش ان هي ما عندهاش مولاريان داك، هي عندها مولاريان داك لان ما فيش حاجه انهبيتد المولاريان داك، ما فيش واي كروموزوم، فبالتالي عندها مولاريان داك، لكن هي مشكلتها ان هي ما عندهاش اوفرز. على فكره الكلام اللي انا بقوله ده مش جديد، صح ولا لا؟ فلازم نبقى يعني في شويه تفاعل كده مع بعض. تاني احنا بنتكلم دلوقتي على الانترنال اورجنز. الانترنال اورجنز لو هي اكس اكس او فيميل كويس، فمش هيبقى فيه عندنا ولا تستيكولار ديفرينشيتنج فاكتور ولا مولاريان داك انهيبيتنج فاكتور، فمش هيحصل ديفلوبمنت للتستيكلز ولا يبقى عندنا تستوستيرون، ومش هيحصل انهيبيشن للمولاريان داك، فالتو مولاريان داك ويل جرو. التو مولاريان داك ويل جرو تو فورم الفالوبيان تيوب اليوترس السيرفكس الابر بارت اوف ذا فاجينا. طب وبعدين لما يبقى عندنا تو مولاريان داك كده، هل في الاخر احنا عندنا اثنين فاجينا واثنين سيرفكس واثنين بيحصل لهم فيوجن فروم اباف داونورد ولا فروم بيلو ابورد؟ فروم بيلو ابورد بدليل ان احنا عندنا سنجل فاجينا سنجل سيرفكس سنجل يوترس، لكن ات دي اند ما بيحصلش فيوجن للفالوبيان تيوبز، عشان كده كيبينج تو فالوبيان تيوبز. يبقى احنا عندنا الفيوجن بيحصل فروم بيلو ابورد، عشان كده بيبقى عندنا سنجل فاجينا وسنجل سيرفكس وسنجل بادي اوف ذا يوترس كويس، لكن بتفضل تو فالوبيان تيوبس لان ما بيحصلش فيوجن للاثنين فالوبيان تيوبس. طبعا لو حصل ات اني ستيج بتاع الفيوجن اند كانالايزيشن، لان فيوجن ولازم تبقى سنجل، فالاثنين بقى وولز بتوع المولاريان ده لازم ما يبقوش موجودين، عشان يبقى في الاخر عندنا وول واحد ففاجينا واحده وسيرفكس واحد ويوترس واحد. لو حصل فيوجن من غير الكانالايزيشن هيبقى في مشكله، فعشان كده لازم يحصل بعد اللي هو فيوجن فروم بيلو ابورد اند كانالايزيشن. لو حصل فيوجن ويزاوت كانالايزيشن ده اللي يبقى عندنا فيه مشكله. يبقى احنا عندنا التو مولاريان داكت دول هيديفلوب ديو تو ابسنس اوف الواي كروموزوم، والتو مولاريان داكس هيعمل هيفورم الفالوبيان تيوب واليوترس والسيرفكس والابر فاجينا، اند ذن there will be fusion بالتو مولاريان داكتس اند كانالايزيشن، عشان ات ذا اند يبقى عندنا واحد بس فاجينا واحد بس سيرفكس واحد يوترس ويفضل الاثنين فالوبيان تيوب. في مشكله في الانترنال اورجن ديفلوبمنت يا دكاتره؟ البلاد سبلاي بتاع ده هيبقى منين؟ من بلفيك. طالما هو بلفيك ستراكشر اثنين مولاريان داكت دول بلفيك ستراكشر، فالبلاد سبلاي هيبقى انترنال اليك، لان هو ده البلاد سبلاي بتاع البلفيس، والدرينج هيبقى الليمفاتيك درينج اللي هي الاليك ليمف نودز. الاليك ليمف نودز فده بالنسبه للانترنال اورجنز. طب الاكسترنال اورجنز او الاكسترنال جينيتاليا اللي هي مين؟ الاكسترنال جينيتاليا الفاجينا مش اكسترنال، الفاجينا احنا ما بنشوفهاش، فبالتالي الفالفا هي دي الاكسترنال جينيتاليا. والفالفا دي المره اللي فاتت اول امبارح احنا قلنا ان هي بتتكون من ايه؟ في عندنا ميديان سكشن لو كليتورس، وبعدين لاترال تو ليبيا ميجورا، وبعدين ميديان التو ليبيا ماينورا، بالظبط كده هما دول الاكسترنال جينيتاليا. طب عايزين نعرف الاكسترنال جينيتاليا دول بتديفلوب من ايه؟ بتديفلوب من حاجه اسمها يوروجينيتال ساينس. يوروجينيتال ساينس يوروجينيتال يبقى هو هيكون لنا ايه؟ يوريناري وجينيتال. جينيتال خلاص، ساعات بيسموه كمان ساينو فاجينال بالب، ساينو فاجينال بالب او يوروجينيتال ساينس، الاثنين واحد، وهو ده الانتيريور بارت اوف الكلواكا. الكلواكا بتعمل الانتيريور بارت اللي هو يوروجينيتال، والبوستيريور بارت اللي هي هتكون لنا بقى الانس والكلام ده خلاص. فالانتيريور بارت بتاع الكلواكا اللي هو اليوروجينيتال ساينس هو ده اللي هيكون الاكسترنال جينيتال اورجنز. external genital organs سواء males او females، سواء للميل او الفيميل. طب منين؟ عندنا في حاجه اسمها genital tubercle، وده central structure genital tubercle، وبعدين عندنا two lateral genital swellings، وبعدين two medial genital folds. عندنا central structure اللي هو genital tubercle، وبعدين في عندنا urogenital sinus، يعني ده تكوين بتاع urogenital sinus اللي هو عندنا genital tubercle في النص، وبعدين two genital swellings at the lateral part، وبعدين ميديال بارت تو جينيتال فولز. الجينيتال تيوبركل ده هيكون ايه؟
في الفيميل هيكون لنا الميديا ستراكشر اللي عندها اللي هو الكليتوريس، وفي الميل هيكون البينس ده اللي هو الجاينت تيوبولا. طب نيجي على اللاترال، اللاترال جاينتال سوالينجز دول هيكونوا ايه؟ في الفيميلز هيكونوا الليبيا ماجورا اللي هي اللاترال ستراكشر، وفي الميلز هيكونوا السكروتم. طب نيجي على الميديال، الميديال جاينتال فولز دول هيكونوا ايه؟ هيكونوا في الفيميل الليبيا ماجورا، وفي الميل البينايل يوريترا. اليورو جاينتال ساينز ده هيكون لنا في الفيميلز الكليتوريس، الليبيا ماجورا، الليبيا ماجورا اند ذا لوور اند اوف ذا جاينت اند لوور اند اوف ذا جاينت. عشان كده الحتة اللي تحت دي لما رسمنا المولاريان ده حطينا الحتة اللي تحت دي اليورو جاينتال ساينس، لان اليورو جاينتال ساينس ده هو اللي هيكون لنا اللور اند اوف ذا فاجينا مع بقية الاكسترنال جاينتال. يبقى ده كده التكوين او السكشوال ديفرنشيشن بتاع كل الفيميل جاينتال اورجنز، سواء كنا بنتكلم على الجونادال ديفرنشيشن اللي هو الاوفريز اللي هي الامبريولوجيكال اوريجين اوف ذا اوفري منين جاينتال ريتش، مش جاينتال تيوبركل ولا جاينتال سوالينج ولا يعني. عشان بس ما تتلخبطوش في الترمينولوجيز، هو جينيتال بس اتس جينيتال ريدج، جينيتال ريدج، لكن بقيه الحاجات بتاعت البيورو جينيتال ساينس دول جينيتال تيوبركل وجينيتال سوالينج وجينيتال فولد. ما نتلخبطش في الترمينولوجي زي دكاتره، الجينيتال ريدج هو ده اللي بيكون الاوفري، لكن بقيه الحاجات الثانيه ده اكسترنال جينيتال. يبقى احنا عندنا الجونادز او الاوفريز ديفلوب فروم ذا جينيتال ريدج، وعندنا الانترنال اورجنز بقيتها كلها سواء الفالوبيان تيوب اليوترس السيرفكس الابر فاجينا ديفلوب فروم مولاريان داكت، وعندنا الاكسترنال جينيتاليا، اكسترنال جينيتاليا ديفلوب فروم ذا يورو جينيتال ساينس اللي هو الجينيتال تيوبركل هيعمل الكليترس، الجينيتال سوالينجز هتعمل لنا الليبيا ميجورا، والجينيتال فولز هتعمل لنا الليبيا ماينور، وطبعا اليورو جينيتال ساينس هيكون لنا بقيه الفاجينا اللي هي اللور اند اوف ذا فاجينا. في سؤال في الامبريولوجيكال ديفلوبمنت، طبعا ده النورمال، ده الطبيعي، ده النورمال زي ما قلنا نورمال فيزيولوجي اوف منستريشن، ده النورمال. هل ممكن يحصل abnormality during development؟ طب ممكن يحصل abnormality during development. ايه abnormalities او anomalies اللي ممكن تحصل في development of the gonads اللي هي الاوفريز؟ ابليزي. ممكن هو اولا ممكن يبقى ابليزي ما تكونش اصلا، جاينتال ريدج ما تكونش، ده ما تكونش، طبعا ممكن يبقى يمين او شمال لان احنا عندنا اثنين جاينتال ريدج، فممكن يبقى ابليزي او هايبوبليزي. ايه كمان؟ يعني هو المفروض ان هو ده هنا الكورتكس بيبقى فيه الجيرم سيلز او الاوسايد، بس الاوسايد دي عشان تكونتينيو تو جرو تبقى بريزرف لازم تبقى سراوندد باي السكس كورت سترومال سيلز اللي هي الجرانيولوزا سيلز. لو ما حصلش ان الاوسايدز دي بقت سراوندد باي الجرانيولوزا سيلز دي هيحصل ايه للاوسايدز؟ هيحصل ايميديت اتروفي وما يبقاش فيه فوليكلز موجوده، فبنسميها فايبروتيك جونادز او ستريك جونادز، وده اللي بيحصل في الترنر. يعني الترنر عندها جاينتال ريدج بس ما فيهوش اوسايتس، او بمعنى ادق كان في اوسايتس وحصل لها اتروفي ان يوترو. ليه حصل لها اتروفي؟ لان ما كانتش سراوندد، ما كانتش بروتكتد ولا سراوندد بالساكس كورت سترومر سيلز اللي هي الجرانيولوزا سيلز، فعشان كده بتبقى اسمها ستريك جونادز او فايبروتيك جونادز. او لو جيت تعملها التراساوند مش هتلاقي الدوائر اللي هي الديفرنت ستيجز اوف ديفلوبمنتس بتاعه الاوسايت، لان كل الاوسايت حصل لها اتريزيا او حصل لها اتروفي ان يوترو عشان ما كانتش بروتكتد بالجرانيولوزا سيلز. فالانوماليز اللي ممكن تبقى موجوده في الجونادز او في الاوفري ممكن يبقى ابليزيا هايبوبليزيا، يا اما يبقى عندها اكسسوري اوفري، يا اما يبقى عندنا ستريك جونادز زي بتاعه التيرنر عشان كانت الاوسايت مش سراوند بالجرانيولوزا سيلز. طب ايه الامبليكيشن بتاع ده؟ يعني لو هي ابليزيا يعني هتجيلي ايه؟ يا برايم امينوريا بس لا ما عندهاش استروجين مامتها معاها ان هي ايه ده، دي مفيش ديفلوبمنت اوف سكندري سيكشوال كاركتر ولا بريست ديفلوبمنت ولا اي حاجه، لانه هي ما عندهاش اوسايتس، ما عندهاش اوبم، بس المشكله دي هتعرفها بعدين، لكن مفيش استروجين لان هو وظيفه الاوفري او الجوناد ده هو ايه؟ ما الوظيفه مش تبقى موجوده، ايه وظيفه الاوفري؟ يا هرمون زاد اوسايتس، يعني اوفيليشن اوسايتس وهرمونز الجرانيولوزا سيلز وكده والسيكا سيلز هم بيعملوا ستيرويدوجينيسيس، التو سيلز بتاعه ستيرويدوجينيسيس فورميشن اوف هرمونز، مش هيبقى عندها هرمونز، يعني مش عندها استروجين، مش عندها سكندري سيكشوال كاركترز، وطبعا بالتالي ما فيش برده اوسايتس وما فيش اوفيليشن وما فيش فيرتيليتي والكلام. فالامبليكيشن بتاع الاوفيريان ابليزيا هايبوبليزيا او ستريك جونادز ان هو التو فانكشنز بتاعه الاورجن اللي بقى ابلاستيك ولا هايبوبلاستيك ولا
مش عارف استريك ده مش هيبقوا موجودين، اللي هم ايه تو فانكشنز بتوعنا اللي هو سيكريشن اوف هرمونز مش هيبقى فيه استروجين، ب السيكونس بتاع نو استروجين اللي هو نو ديفلوبمنت اوف سيكندري سيكشوال كاركترز ونو مانسز ونو نو الحاجات دي كلها، كل البيبرتال تشينجز مش هتبقى موجوده، وطبعا نو اوفيليشن لان ما فيش اوسايتس. فده الامبليكيشن بتاع الجونادل دي جنس اللي هو ابليزيا او هايبوبليزيا او ستريك جونادز. طب حلو ايه لو هي ما عندهاش اوفريز او ما عندها او ستريك جونادز؟ هرمون ريبليسمنت ثيرابي فاندم قبل البيوبرتي. هرمون ريبليسمنت ثيرابي قبل الكيوبرتي، قبل البيوبرتي جروس هرمون، بعد البيوبرتي بديها استروجين بروجستيرون، بديها استروجين عشان اعوض عشان اعمل السكندري سيكشوال كاركترز مش بالظبط. يبقى احنا هنديها اتش ار تي او هرمون ريبليسمنت ثيرابي، كويس ان هو استروجين اند بروجستيرون، استروجين اند بروجستيرون عشان سكندري سيكشوال كاركترز والمنسز، لان هو عشان برضو لان انا لما بديها الاستروجين بروجستيرون واعمل له ويزدرول كويس الاندوميتريوم هيشد وهينزل لها ارتفيشال منسز. طيب وبالنسبه بقى للاوفيليشن وفيرتيليتي والكلام ده ملهاش، ما هو مفيش اوسايتس، يعني انا اقدر اعوض الهرمونز لان هما تو فانكشنز هرمونز واوسايتس، اقدر اعوض الهرمونز اكسترنالي كان اقدر اعوض الاوسايتس لو بقى في اماكن فيها اوفن دونيشن او حاجه زي كده، لكن هو مش هقدر لان هو هنا مفيش اوسايتس. فده بالنسبه للبرزنتيشن، يعني الانوماليز دي عايزين نعرف ايه هو الانومالي، هاو الانومالي دي ويل بي بريزنتد، والامبليكيشن بتاعها ايه، والتريتمنت المانجمنت بتاعنا. فاحنا بالنسبه لنا هنا الامبليكيشن مش هيبقى عندها سكندري سيكشوال كاركترز، طب اعمل ايه؟ اديلها اتش ار تي. طب ومش عندها فيرتيليتي لان مفيش اوسايتس، طب اعمل ايه؟ ما عنديش اعمل ايه، يعني هو شيز انفيرتايل الا بقى لو في اماكن بتعمل قصه الاوفن دونيشن. طب اوفن دونيشن وبعدين اخذت اوفن فاندم لازم اي بي اف اكس، ما هو اوفن ما خدناها الاوفن من حته من واحده ثانيه بره وعملنا فيرتلايزيشن بالسبرم بتاع جوزها، فبالتالي بقى عندنا ديفلوبينج امبريو نرجعه فين؟ في اليوترس بتاع مين؟ بتاعها، ما هي عندها مولاريان ده، بتاعها ما هي عندها مولاريان ده. اوكي فده بالنسبه ليه لو عندنا جونادل دي يعني انامز. في سؤال هنا؟ طب نيجي بقى في ايه الانت، هو احنا اللي هو الاندل سنتيف اللي هي كانت موجوده في الاندوجين سنتيف برضه من انتبه ستريك جونادز صح، مش بنقول هي ديس جيناتيك جونادز لان هما مش ستريك جونادز هما ديس جيناتيك. فكلمه ديس جيناتيك جونادز يا دكاتره ديس يعني ابنورمال، زي مثلا ديس مينوريا، ديس يعني فيها ديفيكولتي او ابنورماليتي خلاص. فالديس جيناتيك جوناز دي ممكن تبقى تورنر اكس او او تبقى اللي هو اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم، فكلهم دول اسمهم ديس جيناتيك جوناز. اوكي طيب يبقى ده بالنسبه يعني ممكن نقول على الانوماليز اوف ذا جوناز ديس جيناتيك خلاص، لان هي انوماليز اوف جوناز فممكن نقول عليها ديس جيناتيك جوناز. طب نيجي في الانترنال اورجن، الانترنال اورجن قلنا هنا هو عندنا الانترنال اورجن بتاعتنا يا اما فالوبيان تيوب يبقى فيها انوماليز developmental anomalies، يا اما اليوترس يبقى فيه developmental anomalies، السيرفكس ممكن يبقى فيه developmental anomalies، او الباجينا يبقى فيها developmental anomalies. ايه developmental anomalies اللي ممكن تبقى موجوده في الفالوبيان تيوبس؟ هايبوبليزيا لو عندي الاثنين، امتى مفيش مولاريان داكت الاثنين ولا واحده ولا ايه؟ ممكن واحده بس، واحده او الاثنين، يعني لو واحده مولاريان داكت ما اتكونتش واحده ثانيه هيبقى الثانيه اتكونت، فهيبقى عندي سنجل فالوبيان تيوب وسنجل فالوبيان تيوب بس لو احنا عندنا مولاريان داكت واحده اتكونت، سنجل فالوبيان تيوب وسنجل يوترس سنجل سيرفكس. طب ما هو طبيعي ان يبقى لا هايبو بلس بيسموه يوني كورنت. ايوه بالظبط كده، يعني هيبقى ديفلوب ويل ديفلوب بس هيبقى اصغر شويه. طب ده هيبقى لو هو عندنا سنجل واحده مولاريان داكت اتكونت هتبريزنت امتى؟ يعني هتبريزنت ات بيوبرتي؟ لا لا بريجننسي فعلا. اه ممكن تجيلي مثلا هتجيلي بريكارن بريجننسي لوس؟ لا ايه رايكم مين بيقول اه تيجي بريكارن بريجننسي لوس؟ طيب مين بيقول تيجي ببري تيرم ليبر؟ طب اللي قال لي هتيجي بريكارن بريجننسي لوس قال ريكارن بريجننسي لوس ليه؟ يعني هو ده الموست كومن هتيجي لو عندنا ما اسمه يونيكورن بقى يوترس، لان اليوترس بقى يونيكورن يعني ناحيه واحده بس. فلو عندنا يونيكورن يوترس وسنجل فالوبيان تيوب وسيرفكس وفاجينا هتجيلنا بريكارنت سكند ترايمستر بريجننسي لوس، مين موافق؟ ده الموست كومن، ما احنا بنتكلم دايما بنتكلم موست كومن مش كده ولا ايه؟ لكن ما تقوليش اه ممكن يا سلام ممكن جدا، هل ده كومن؟ احنا مش بنشوف بقى الحاجات الرير. يعني ممكن تبقى عندها على فكره ويل ديفلوبد الاثنين ويجي لها برده ريكارنت سكندري ترايمستر بريجننسي لوس، ممكن كل حاجه ممكن، مفيش حاجه مش ممكن.
احنا بنتكلم على الكومن انه يحصل، بمعنى ان انا لو لقيت واحده عندها يونيكورن تيوترس ابقى قلقانه من ايه؟ هو ده صح ولا لا؟ ابقى قلقانه من ايه؟ هل هبقى خايفه ان هو يجي لها نلحق ده ممكن يجي لها ريكارن بريجنسي لوس، ولا نلحق ده ممكن يجي لها ايه؟ بري تيرم ليبر. طبعا طبعا بري تيرم ليبر، لان الكاباسيتي اوف ذا يوترس قلت، فطبعا المنطقي ان يجي لها بري تيرم ليبر. ممكن يجي لها اي حاجه ثانيه، ممكن يجي لها اي حاجه ثانيه، ممكن تخبط عربيه، ممكن يعني ممكن يجي لها اي حاجه. احنا بنتكلم يا دكاتره واتس كومن، ايه اللي يخليك تفكر في الموضوع ده مع الحاله دي؟ لكن مش شطاره انك تفكر في الرير. لا، هي مش كلمه مش شطاره، دي مش صح، مش صح، دي هي العكس تماما. بس انا ما بحبش اقول يعني هي مش شطاره خالص انك تفكر، يعني لان انت هتبقى مسليدنج، بمعنى ان هو لو القصه دي بتحصل، ما هو كلمه ان هي رير يعني بس تحصل في 1%، لكن 99% لا. فانت you are going to diagnose 1% لكن you are going to miss 99%. هل دي حاجه حلوه؟ طبعا لا. لكن لو انت فكرت في what's common، انت you are going to diagnose 99% and you are going to miss 1% which is هايل بالنسبه للجي بي، لان احنا بندرس للجي بيز، فهايل جدا. انا مش عايزه منك اكتر من كده، انك انت تدايجنوز ال 99% وال 1% ده يروح لحد سبيشالايزد، انت معكش دعوه، انت جي بي عندك العيب. لكن تفكر لي في الحاجه اللي فيري رير وانت اصلا جي بي وتمس ال 99% اللي انت المفروض تشوفهم، ده دورك، لان هم هيروحوا فين. فلو سمحتوا يا دكاتره نفكر في الحاجات اللي هي كومن. طيب يبقى احنا عندنا لو هي 1 موليريان داكت يبقى الفالوبيان تيوب دي يعني بالتالي البنت دي مش هتبقى دايجنوز ايرلي، لان مش هتيجي تقولي انا عندي هايبومينوريه. ما هو هايبو بالنسبه لايه؟ ما هي ما كانش عندها، يعني هي اول مره تكسبيرينس المنسز انها بتجي لها يومين او ثلاث ايام وخلاص وبتخلص. طب ما خلاص، ما بالنسبه لها ده العادي، فيعني مش ما فيش حاجه انها كانت كذا وبعدين بقت كذا، هي بتكمبير من اللي هي متعوده عليه فخلاص. فده لو هو عندنا سنجل موليريان داكت كاون. معلش عشان دي اسئله كده دايما بتسالوها، هتجيلها المنسس كل شهر ولا شهر وشهر؟ كل شهر عادي. طب وهت اوفيليت كل شهر ولا شهر وشهر؟ اوفيليشن عادي. هي عندها 2 جينيتال ريدج كويس وعندها فالوبيان تيوب واحده. طب التشانسز تو جيت بريجننت هتبقى شهر وشهر ولا كل شهر عادي؟ كل شهر عادي. ليه؟ عشان التيوب الثاني الاوفري بالظبط كده. الفالوبيان تيوب دول مش اتنين مختلفين بعاد عن بعض خالص، هي الفالوبيان تيوب على اليمين هتبيك لما يحصل اوفيليشن على اليمين، وهي الفالوبيان تيوب على اليمين هتبيك اليمين، ولما يحصل اوفيليشن على الشمال وهي الفالوبيان تيوب ما عنديش غير اليمين برضو هيحصل لها، لان هي تبقى اتراكتد باي ريسبتورز فالفيمبريال اند، بدل ما هي الناحيه دي هتوصل الناحيه الثانيه ال 10 سم بتاعنا وهتبيك اب من الناحيه الثانيه عادي خالص، زي بالظبط اللي جالهم اكتوبيك بريجننسي وشلنا لهم فالوبيان تيوب واحده، التشانسز تو جيت بريجننت هتبقى عادي كل شهر عادي جدا وكل حاجه تمام جدا. فده بالنسبه ليه لو عندنا 1 او سنجل موليريان داكت هي اللي اتكونت والموليريان داكت الثانيه ما اتكونتش. طب ده 1 اوف ذا انوماليز، وطبعا ده هيكمل معايا، احنا قلنا فالوبيان تيوب انوملي اه، لكن برده هيبقى فيه يوتراين انوملي اللي هو يونيكورن يوتريس وسيرفكس واحد والفاجينا واحده عاديه، فده ما فيش مشكله. طب ايه انوملي ثاني ممكن تبقى موجوده في الفالوبيان تيوب غير اللي هو ابليزيا، يعني واحده ما اتكونتش خالص، او هايبوبليزيا؟ ايه كمان؟ الموتايل. فندم الموتايل اه، لو جوه مثلا عندنا ايموتايل سيليا سيندروم، لان ده طبعا هياثر على البيك اب والبيرستالتيك موفمنت والفيرتلايزيشن، كيف هيعمل لنا ايه الامبليكيشن بتاع ايموتايل سيليا سيندروم؟ اكتوبيك. اكتوبيك بالظبط كده، اكتوبيك بريجننسي. وممكن يبقى عندنا كمان دايفيرتيكولوم او اكسسوري اوستيا في الفالوبيان تيوب، طبعا دي كلها حاجات ممكن هي تساعد على اكتر على انكريز الريت بتاع الاكتوبيك بريجننسي في الفالوبيان تيوب دي. طيب اليوترس بقى، ايه الانوماليز اللي ممكن تبقى موجوده في اليوترس؟ ما تكونش اصلا واحده ولا اثنين عشان ما يتكونش اليوترس؟ الاثنين لازم الاثنين. طب مش كده ولا ايه؟ لازم الاثنين ما تكونوش، اللي هو اسمه ايه السندروم؟ موليريان اجنس. موليريان اجنس تمام. ايوه ليه اسم اخر؟ ريكتينسكي بلاستن هوبر سندروم. ريكتينسكي بلاستن ايه؟ ماير ريكتينسكي بلاستن هوبر سندروم. مايروبيتانسكي كوستر هاوزر سيندروم، فهو يا اما موليريان اجانسن، طبعا الاثنين موليريان ما كانوش متكونين، فمايروبيتانسكي كوستر هاوزر سيندروم كويس، او موليريان اجانسن، فكل ده الاثنين ما تكونش، ما بقاش عندنا اثنين فالوبيان تيو، ما عندناش فالوبيان تيو، ما عندناش يوترس، ما عندناش سيرفكس، ما عندناش ابر فاجينا. طب واخبار الجينيتال ريدج واللور فاجينا ايه؟ موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. فهي عندها سيكندري سيكشوال كاركترز ولا لا؟ اللي هي المايروكتاز عندها لان عندها اوفريز، والاوفريز دول فانكشن سيكريتنج استروجين،
وكمان اوفيليتنج خلاص، وعندها لور فاجينا، فبالتالي يحصل انتركورس. اه ممكن يبقى فيه ديسبارونيا طبعا لان هي لور فاجينا بس، فالفاجينا الشورت، فممكن يبقى عندها ديسبارونيا، لكن هتبريزنت بايه؟ امينوريا in the presence ولا absence of secondary sexual characters. In the presence of secondary sexual characters. فبالتالي التريتمنت بتاعنا هيبقى ايه؟ ما فيش تريتمنت اصلا. اه يعني بس الفاجينا نعمل لها ماكندو او فاجينوبلاستي او elongation of the vagina عشان الديسبارونيا اللي موجوده. طب واخبار الفيرتيليتي؟ لا هي انفيرتايل لان ما فيش يوترس، فازاي ان هي حت الزايجوت ده الامبريو هيبقى فين؟ فانفيرتيليتي هتفضل انفيرتايل. طب اديها اتش ار تي؟ لا ما عندها يعني عندها سكسوال كاركترز وعندها هرمونز مش محتاجه اتش ار تي. فلو مولارين اجينس زي اللي هي ما فيش يوترس كويس، هو ده يعني ما فيش يوترس، فبالتالي ما فيش منسز وما فيش بريجننسي، لكن عندها هرمونز مش محتاج تعمل لها اي هرمون ريبليسمنت ثيرابي، وعندها فاجينا. لو الفاجينا كانت يعني في ديسبارونيا ممكن ما يبقاش عندها ديسبارونيا على فكره، لان الفاجينا از ستاندبل اورجن، فممكن ما يبقاش فيه ديسبارونيا. لكن لو عندها ديسبارونيا هو اللي بنعملها فاجينوبلاستي او ماكندو اوبريشن اللي هو لانثنينج اوف ذا فاجينا. فده لو هو ابليزيا او مولاريان داكت، مش واحده بقى اللي ما تكونتش، الاثنين ما تكونوش المولاريان داكت، الاثنين ما تكونوش بالامبليكيشن والمانجمنت ده. طيب ايه تاني اناليز ممكن تبقى موجوده في اليوترس؟ يعني كورنيت وقلنين. طب ايه باي كورنيت ده؟ ان هو الاثنين ما حصل لهمش فيوجن كويس، ما حصل لهمش فيوجن. ايه لما بنقول باي كورنيت يوترس على ليفل بتاع اليوترس بس؟ لكن لو على ليفل كله ده اسمه دايدل. دايدلفس يعني كله، يعني لو قلت قالك دي عندها كايند دايدلفس، يعني الاثنين مولاريان داكت من الاول للاخر ما حصل لهمش، يعني اثنين فالوبيان تيوب ده عادي، لكن عندها اثنين يوترس، اثنين سيرفيسيز، اثنين فاجينا يعني. فهي دي اللي هو يوتراين دايدالفس. طب اليوترس دايدالفس دي هتبريزنت باي ايه؟ يعني هتبريزنت بيفور بيوبرتي ولا افتر بيوبرتي؟ افتر بيوبرتي. افتر بيوبرتي، لان بيفور بيوبرتي هتبريزنت باي هي بتمنستريت وعندها سيكندري سيكشوال كاركترز. طبعا انا طالما بتكلم على انوماليز هنا يبقى اكيد عندها، يعني ده ما فيش مشكله، يبقى اكيد عندها سيكندري سيكشوال كاركترز وكل حاجه، لان الجينتال ريج اللي هم مسؤول عن الهرمونز وكده ده موجود. انا بس الانوماليز عندي هنا، عندي هنا يعني ايه؟ يعني هي كل المشكله بتاعتنا بيبقى pregnancy, menstruation, intercourse، هي دي الحاجات اللي هي related لليوترس والفاجينا، لان اليوترس ده ليه menstruation وpregnancy والفاجينا intercourse. فبالتالي هيبقى المشكله عندي هنا يا اما menstruation pregnancy intercourse بس. فهو عندها هي uterine dysfunction هتبريزنت امتى؟ before puberty. اي بقى after طبعا puberty after camp marriage، لان هيبقى عندها element of dysparonia. ليه ما عندهم ديسبارونيا؟ لا لا، لان هي عندها تو فاجينا، فممكن قوي بيتعودوا ان يحصل انتركورس في واحده فاجينا والثانيه لا، يعني ممكن يبقى فيه ديسبارونيا طبعا وممكن ما يبقاش فيه. يعني لو هي جات لك ما بتشتكيش من ديسبارونيا ما تتخضش، ممكن ما يبقاش عندها ديسبارونيا. هي كل شهر بتمنستريت من نفس اليوترس ولا مش شرط؟ يعني لو الاثنين ويل ديفلوبد الاندوميتريوم ويل ديفلوبمنت ويل ديفلوبمنت الاثنين هيسالي خلي واحد يمنستريت والثاني، فهيحصل شادنج اوف اندوميتريوم على الناحيتين، شادنج اوف ذا اندوميتريوم، لان هو الاستروجين ده سيركيليتنج في الجسم كله بيبقى ابتيكن باي الاندوميتريوم على الناحيتين، فيحصل شادنج للاندوميتريوم. بمعنى شادنج اوف اندوميتريوم وكده سيرفس اريا اوف ذا اندوميتريوم از انكريزد، هتبقى ريلاتيفلي منوراجيا، بس هي بالنسبه لايه؟ ما هو برده نفس القصه، زي ما يونيكورن يوترس هيبقى عندها ريلاتيفلي هايبومنوريا كويس، البايكورن يوترس ريلاتيفلي هايبرمنوريا او منوراجيا، بس هي ريلاتيف لان هي هتقولها ازاي. اوكي يعني ممكن ما يبقاش عندها بلاد كلوتس لان اتس نوت سيفير، بس هو شادنج اوف ذا اندوميتريا ممكن ياخد الونج بيريد اوف تايم عشان السيرفس اريا بتاعه الاندوميتريوم هي اللي زي. اوكي فده بالنسبه لو عندنا يوتراين دايدالفس. عندها بريترم برده فندم، يكون عندها بريترم، ممكن يبقى عندها بريترم طبعا طبعا، لان هو برده يعني ما هو الحمل هيبقى يا اما في ده يا اما في ده مش كده، فهيبقى عندها ممكن بريترم ليبر. Recurrent pregnancy loss. ممكن. First trimesteric. لا. لا ليه؟ عشان الميوميتريم نورمال على الناحيتين، سواء يونيكورن او بايكورن يوترس، انا عندي نورمال ميوميتريم فبياخد فاسكولاريتي كويسه الديفلوبينج امبريو كده، ليه يبقى فيه first trimesteric ما يبقاش فيه first trimesteric؟ امال امتى يبقى فيه first trimesteric recurrent pregnancy loss؟ لو عندي ستيت يوترس، يعني حصل فيوجن و incomplete canalization، يعني جينا على الابر بارت مثلا خلاص المفروض كمان الاثنين دول يروح، لا حصل المسل لاير اه بقى حصل لها canalization، لكن في fibrous tissue موجود او في عندنا uterine septum، فلما يبقى موجود عندنا uterine septum هي دي اللي ممكن يجي لها
ريكارنت بريجننسي لوس، لان تيجي فيرتلايزد اوفم تبقى امبلانتد في عند الفاندس على الفايبرس تيشو بتاع السبتم طبعا امبروبر بلاد سبلاي فيحصل لها ريكارنت بريجننسي لوس، او انفيرتيليتي لما تلحقش ان هي توصل لان هي بريجننسي بوزيتيف اللي هي على وقت المنسس ينزل لها بيريد فهي شي ويل نوت دايجنوز هير سيلف اس بينج بريجننت، فممكن اللي هو السبتيت يوترس هو اللي ممكن يعمل لنا يا اما انفيرتيليتي يا اما ريكارنت فيرست ترامستريك بريجننسي لوس. فيبقى احنا كده الانوماليز اللي ممكن تبقى موجوده في اليوترس يا اما يونيكورنيك لو واحده بس اللي اتكونت، يا اما طبعا الاثنين ما اتكونوش يبقى هي ابليزيا او يعني اجانيسيس كويس، يا اما يونيكورنيك يا اما دايدالفس يا اما بايكورنيك كويس، بايكورنيك يعني الاثنين يتراي هما اللي موجودين، لكن حصل فيوجن في اللور فاجينا حصل فيوجن في السيرفكس لكن جينا عند اليوترس ما حصلهوش فيوجن فبقى عندي حاجه اسمها بايكورنيك يوترس، او فيوجن حصل كمان لكن ما حصلش كومبليت كانالايزيشن في اللي هو بقى عندي سيبتيت يوترس. تفتكروا من اللي احنا قلناهم دول يوتراين دايدالفس بايكورنيك يوترس وسبتيت يوترس which is more common ان احنا نشوف سبتيت. سبتيت مين بيقول السبتيت ليه؟ عشان ده اللي هيجيب انفيرتيليتي او يعني ده اللي هو يعني انت رير انك تلاقي الانوماليز حاصله من الاول خالص، لكن مور كومن انك انت تلاقي الانوماليز حاصله عند الان ستيج بتاعتنا، فالسبتيت هو اللي بنشوفه فعلا اكتر حاجه يلي البايكورنيو طبعا قليل قوي 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 لما بنشوف يوتراين دايدالفس. اوكي ده بس ليكوا يعني عشان احنا نبقى عارفين الستيجز من بيلو ابورد اللي هي الفاينل ستيج بتاعتنا ان هو يبقى سبتم وبعدين سبتم ده صغير لحد ما السبتم ده ما يبقاش موجود خالص. اوكي في ساعات بيبقى الفاندس ده ديبرست داونورد بدل ما هو ابورد كده اللي هو بنقول عليه اركوتيوترس. ايه مشكله الاركوتيوترس؟ مش مشكله خالص ده بس شكلا كده اي ما يعملش ريكارنت بريجننسي لوس لا ما يعملش لانه هو ما يعملش حاجه خالص يعني ما فيهوش اي مشكله خالص الاركوتيوترس، بس عشان لو شفناه او لو لقيناه كويس ان هو ده اركوتيوترس ايوه في مشكله ما فيهوش مشكله ولا يعمل لك ريكارنت يعني لو عندها ريكارنت بريجننسي لوس مش من الاركوتيوترس. اصل هو ده مايلد ديبريشن يعني هو الطبيعي ان مثلا بلاسانتا بتبقى انسورتد في الفاندس فالطبيعي ان هو يبقى عندك هذا الديبريشن موجود فحتى كمان برزنتيشن ما يعملكش فهو ملوش اي امبليكيشن، بس عشان لو جات لك ست تقول لك ده انا عملت هيستروسالبنجوجرافي مثلا او عملوا لي هيستروسكوبي او كده قالوا لي انا عندي اركوتيوترس ما يجراش حاجه عايز خالص ما فيهوش اي ملوش اي امبليكيشن فبالتالي مش المفروض ان احنا نعمل له اي مانجمنت. هو مين فيهم يا دكتور الهارت شيب الاركوت ولا الكورني؟ لا ولا ده ولا السبتيت قصدي يعني السبتيت ولا الاركويت الهارت شيب تفتكر هو الاركويت برضه هارت شيب والسبتيت لا مش هارت ده هو انت عندك ديبرست فاندس لكن اللي هو هارت ده لازم يبقى عامل طيب كده فالهارت شيب ده هو هيبقى السبتيت اوكي طيب ايه تاني اناماليز ممكن تبقى موجوده يعني ممكن واحده تبقى ويل ديفلوبد واحده موليريا ده تبقى ويل ديفلوبد الثانيه تبقى اندر ديفلوبد طب اندر ديفلوبت يعني تعمل ايه المشكله الاندر ديفلوبت ده ان هي تعمل لك هورن فنقول عليه ما احنا لو الاثنين بنقول عليهم بايكورنيوس بس الاثنين قد بعض فانت كده بتقول عليهم بايكورنيوس لو افرض ان الناحيه كانت روديمنتري شويه الناحيه الثانيه هي اللي ديفلوبت لكن الناحيه روديمنتري فدي هتعمل لك روديمنتري هورن روديمنتري هورن يعني تلاقي اليوترس ده زي يونيكورن بس في كمان طالع له حاجه كده اللي هو روديمنتري هورن. ايه مشكله الروديمنتري هورن؟ ممكن يعمل اكتوب برينس لو حصل فيرتلايزيشن جواه ده يبقى اسمه اكتوب. ليه اسمه اكتوب؟ ما هو يوترس ما جواش نورمال عشان ابنورمال روديمنتري فبالتالي الثلاثه ماسل لايرز مش ويل ديفلوب الاندوميتريوم ده مش ويل ديفلوب فبالتالي ده اسمه اكتوب برينس يعني ات ويل نوت كومبليت. طب ما ات ويل نوت كومبليت ما نسميه ابورشن ليه قلنا عليه اكتوب؟ هو اوتسايد النورمال ما لو مش كوميونيكيت مش هيحصل اكتوب. لا هو عشان مش نورمال يوترس مش نورمال يوترس فهو الابورشن ده بيحصل في نورمال يوترس لان الطبيعي ايه طالما ان المسل وول بتاعه اليوترس كويسه كونتراكشن على بره لكن المسل وول هنا فيري ويك فممكن يحصل رابتشر مش كده ولا ايه فعشان كده ده سيريس كونديشن ما احنا السيريسنس بتاع الاكتوبيك ايه لو الاكتوبيك اللي حصل هنا ده هيحصل من الفالوبيان تيوب ان هو لازم يكونتراكت وينزل في اليوترس وينزل تحت فشان كده ده مشكله خالص معايا ما ده الطبيعي لكن المشكله بتحصل ايه انه ما بيحصلش بروبر كونتراكشن لان المسل لاير بتاعه الفالوبيان تيوب مش ثلاثه مسل لايرز وكده فبتلاقي ان هو مع البراث بتاع البريجننسي هيحصل له رابتشر نفس القصه برده في الريدمنتري هول ان هو المسل لايرز بتاعته مش بروبر بقى مسل اللي هو الاكتيف الثلاثه مسل لاير اللي يحصل كونتراكشن فينزل لبره لا هي هيحصل لها برده رأي لو حصل ديستربنس لهذا الاكتوبيك هيحصل رابتشر فعشان كده بنبقى قلقانين او بنسميه اكتوبيك بريجننسي عشان كده قلنا اكتوبيك ده اي امبلانتيشن اوتسايد ذا نورمال لايننج اوف ذا يوتراين كافيتي ولازم تبقى نورمال لايننج لان الريدمنتري هول ده
It's a lining of a uterine cavity, لكن it's not a normal uterine cavity, عشان كده برضو يسمى ectopic pregnancy. فطبعا لو rudimentary horn ده, rudimentary horn, ممكن يحصل ان فيه ectopic pregnancy. ممكن rudimentary horn ده يبقى communicating او يبقى non-communicating, يعني ممكن يبقى communicating, يعني ده اسمه communicating, صح؟ يعني communicating مع النورمال هورن بتاعنا, او يبقى non-communicating, يعني تلاقيه كده. ايه رايكم الاثنين هيبريزنتوا بنفس الطريقه؟ لا. طب لو هو كده ده كوميونيكيتنج ولا نان كوميونيكيتنج؟ نان كوميونيكيتنج. ايه اخبار الاكتوبيك؟ لا مش هيبريزنت. السبرم هيوصل هنا ازاي؟ ما هو نان كوميونيكيتنج خلاص, يعني ممكن توصل اوسايت لكن مش هيوصل سبرم, فبالتالي مش هيحصل فيرتيلايزيشن, مش هيحصل اكتوبيك بريجننس. امال ايه مشكلته؟ ديس منوريا منستريشن. بس لازم يبقى نان كوميونيكيتنج اند فانكشنال, لازم يبقى الاندوميتريوم فانكشنال, لان لو الاندوميتريوم نان فانكشنال بمعنى ان الست عندها rudimentary horn non communicating and non functioning, يعني endometrium not developed and non functioning. ايه الامبليكيشن بتاعه؟ ولا اي حاجه في اي حاجه خالص, ولا اي حاجه في اي حاجه, اكنها سبسيرس مايوما كده, وحتى مش هتكبر لانه rudimentary horn, مش كده ولا ايه؟ فلو هو non communicating and non functioning مفيش منه اي مشكله خالص. طب افرض ان هو non communicating and functioning, هيكبر مع المنسس. هيكبر مع المنسس وبعدين يعمل لنا هيماتوماترا, لان هو المنسس والاكريليت انسايد الهورن ده, وايه كمان؟ وممكن يبقى كمان مع الفالوبيان تيوب يا هيماتوسالبينس واندوميتريوزس وكده, طبعا هيعمل لها بين وديسمنوريا وسيفير بين, مش كده ولا ايه؟ ويبتدي ان هو يحصل له انلارجمنت عشان الهيماتوماترا, يعني نفس الفكره بتاعت الكريبتومنوريا, مش كده ولا ايه؟ فبالتالي لو هو نون كوميونيكيتنج نون فانكشنينج تعمل له ايه؟ مش هو ايه نو سيمتومز نو تريت جنرال. طب افرض ان هو نون كوميونيكيتنج اند فانكشنينج, لازم اشيل اكسيجن اوف ذا ريدمنتري هول, اكسيجن اوف ذا ريدمنتري هول. طب افرض ان هو كوميونيكيتنج, كوميونيكيتنج كويس اند نون فانكشنينج, يعمل ايه؟ هو هيعمل اكتوبيك, هيعمل اكتوبيك, بس لو عمل اكتوبيك يعني يعمل اكتوبيك ولا ما يعملش؟ لا ما يعملش, هو نون فانكشنينج. هو ان ده هو الفالوبيان تيوب بتنستري؟ لا. طب يحصل فيها اكتوبيك ليه؟ صح, هيحصل فيها يعني ممكن يحصل فيها اكتوبيك ولا لا؟ طبعا ما هو اب نورمال, احنا بنقول ان هو يعني امبلانتيشن انسايد نورمال يوترين كاف ده او اي امبلانتيشن اوتسايد نورمال لايننج اوف يوترين كاف, ما هو ده اتس نوت ا نورمال لايننج اوف يوترين كاف, هيحصل فيه اكتوبيك. فنعمل له ايه؟ ده بنشيله, طبعا بنشيله عشان البوسيبيليتي اوف اكتوبيك بريجننس. بس اكشوالي مش بنخش نشيله كده, يعني لما يبقى فيه اكتوبيك بريجننس ليه ما نشيله كده؟ يعني ليه ما نشيلوش غير لو حصل فيه اكتوبيك بريجننس؟ البوسيبيليتي اوف اكتوبيك ان ريدومنتري هورن قليله جدا, قليله جدا. لكن انت لو دخلت تعمل له اكسيجن هتعمل ايه في اليوترس؟ انت هتعمل اولا ده هيبقى upper segment ولا lower segment؟ upper segment incision. طب اولا ده انت اللايننج بتاع الاندوميتريوم النورمال اندوميتريوم في الحته دي اتاثر, طبعا اتاثر, فبالتالي fertilization implantation هيبقى فيه مشكله, ممكن كمان تنجوس اشرمان سيندروم لانك اثرت على الاندوميتريوم بتاع النورمال خلاص, وبعدين هتنجوس اديجن, فبالتالي هتعمل لها انت complication اكتر من لو هي دخلت في ectopic باي, بس ساعتها اشيله, لكن غير كده مش محتاجه ان انا اشيله. على عكس السبتيت, يعني انت لو هي عندها سبتيت يوترس بنشيله امتى برده؟ لو عندها ريكارنت بريجننسي لوس. لكن لو سبتيت يوترس وهي مش جايه لك بريكارنت بريجننسي لوس او مش بتسيبه برده, فانت ما انت عارف ان الحاجات دي ممكن تعمل كده, ايوه, بس ما بنعملهاش العمليه, لانه برده انت لما تيجي تشيل السبتيت يوترس ده ما انت برده هتنجوس, هتاثر على الاندوميتريوم في الحته دي, بس مضطر, ما انت عشان هتاثر على الاندوميتريوم, فبالتالي انت اللي ممكن تنجوس ريكارنت بريجننسي لوس او كده لو هي ما كانتش اصلا بتشتكي. ففعلا لما بتجي لك هي بتشتكي من انفيرتيليتي او ريكارنت بريجننسي لوس ولقيت سبتيت يوترس هو اللي بتعمل لها حاجه, لكن لو هي جايه ما بتشتكيش من حاجه يبقى مش هتعمل لها حاجه. بدليل ان كتير جدا من الستات بيبقى عندهم سبتيت يوترس او باي كورنيت, ويجوا لك حوامل وتعملوا سيزارين سكشن, تقول لها ايه ده انت عندك, خلي بالك باي كورنيت او عندك سبتيت يوترس او كده, فانت ما بتعملوش غير لو في حاجه. طب اخر حاجه, اخر possibility ده, لو انت عندك, احنا قلنا لو هو non communicating functioning non functioning, وقلنا communicating non functioning و communicating functioning نفس القصه برده, يعني زيه لان هو ممكن يحصل فيه ectopic pregnancy هيقعد, بس وهيحصل menstruation من هنا وهنا, وبرده ممكن ان هو يرابتشر الاكتوبيك وكل حاجه. هو احنا بنشيل الرودومنت الهرم ده لابروسكوبيك ولا
ممكن كده او كده يعني لا هيستروسكوبيك لا انا كنت فاكرك هتقولي لا باراسكوبيك ولا اوبن لان انت بتشوفه منين من يعني انت بتشوفه اكتر لا يا اما لاباراسكوبيكلي كويس يا اما اوبن لاباراتوري. طب امال ليه بيحصل اشر معايا طالما يعني انا مش من بره كده؟ ايوه بس انت من بره وهتخش على اليوتراين كافيتي دي مش كده ولا ايه؟ مش انت بتخش على اليوتراين كافيتي دي عشان تخيط اليوتراين كافيتي النورمال فانت فتحت اليوتراين كافيتي وخيطت فعشان كده ممكن اللاير دي تبقى تتقصر. طيب في سؤال في الابنورماليتيز دي بتاعه اليوتراين كافيتي. طب السيرفكس ايه الانواع اللي ممكن تبقى موجوده في السيرفكس؟ افليجيا برده واتريزيا اتريزيا في السيرفكس يعني ما حصلوش كانالايزيشن مثلا ده يعمل لنا ايه؟ كريبتومنوريا برده اللي هو هيماتوميترا وهيماتوسالفينكس واندوميتريوزس فبالتالي برده بالتريتمنت بتاعنا ان هو لو قدرنا ان احنا نعمل يعني نوصل اليوترس اليوتراين بادي بالفاجينا بس طبعا الاوبريشن دي بتبقى ابدومينال برينيل ابروتش وبتبقى ليها موربيديز عاليه قوي كده ساعات بنضطر ان احنا نعمل لها هيستركتومي كويس عشان يعني لان هي ما عندهاش كده كده ما فيش بريجننسي لانه هيحصل بريجننسي ازاي فلكن في نفس الوقت بقى عندها موربيديز عاليه من قصه الاندوميتروزس والادهيجنز وكده فده لو هو ده ابنورماليتيز في السيرفيكس طبعا ممكن يبقى انكومبتنت ازمس كونجنتال انكومبتنت ازمس يعمل لنا ايه ريكيرنس بريجننسي بس سكند ترايمستر سكند ترايمستر ريكيرنت بريجننسي لوس بعرفه ازاي بالالترا ساوند الترا ساوند الاي ايه اقل من 2 اللنث بتاع السيرفكس هو نورمالي لنث من 2.5 ل 3.5 سم لو لقينا اللنث اوف ذا سيرفايكال كان على الاقل من 2.5 سم ده بيدياجنوز ان هي انكومبتنت ازمس فبالتالي لما بتحمل اللي بنعمل لها سيركلاج اوبريشن او ماكدونالد سيركلاج فده بالنسبه للسيرفكس. طب ايه الانوماليز اللي ممكن تبقى موجوده في الفاجينا؟ ترانسفير سيبتم لو تشيل سيبتم ده نتيجه لايه؟ الفيوجن فيلير اوف فيوجن of the two Mullerian ducts. طب امال الترانسفير سيبتم كانالايزيشن فيلير اوف بالظبط كده برضو الفيوجن والكانالايزيشن بتاع اليوروجينيتال ساينس الابر بارت بتاعه مع المولاريان دكت اللي فوق ما حصلش فبالتالي يبقى عندنا ترانسفيرس فاجينال سيبتم يعني ممكن يبقى حصل فيوجن للاثنين مولاريان دكت مع بعض وعندك سنجل فاجينا لكن ما حصلش هذا الفيوجن بين التو مولاريان دكت ساينس اليوروجينيتال ساينس upper part of the urogenital sinus ولا lower part of the urogenital sinus upper part يعني transverse vaginal sinus. طب امال لو حصل failure of canalization of the lower end of the urogenital sinus فانت عندك يا اما ال upper part of the urogenital sinus ده مع المولاريان ده ما حصل لهمش canalization فبالتالي فضل عندك هذا السبتم كويس اللي هو transverse vaginal septum او لو الابر ده حصل له فيوجن اند كانالايزيشن كل حاجه بس اللور اند اوف ذا يوروجينيتال ساينس كويس اللي هي الحته اللي على بره دي ما حصل لهاش كانالايزيشن فيلير اوف كانالايزيشن فهي دي اللي تخلي الممبرينز لسه موجوده الممبرين ده لسه موجود اللي هو امبيرفورت هايمن بيل امبليكيشن بتاعه الامبيرفورت هايمن. طب اللي عندها طبعا الفاجينا ممكن تبقى ابليزيا اس بارت اوف المايروكتاسك كوستر هاوزر سيندروم تبقى بلاستيك فاجينا طبعا ده ابر بارت اوف ذا فاجينا بس او يبقى عندنا لونج تشيل فاجينال سيبتم او يبقى عندنا ترانسفيرس فاجينال سيبتم. لو عندنا لونج تشيل فاجينال سيبتم ممكن تيجي بديسبارونيا اعمل لها ايه؟ لو جات لي عندها لونج تشيل فاجينال سيبتم ومش بتشتكي من ديسبارونيا اعمل لها ايه؟ مش هعمل لها حاجه يعني بالعكس انا لما اشيله انا ممكن انجوز فايبروزس والفايبروزس ده يعمل لها الفاجينا تبقى استناتيك ويعمل لها ديسبارونيا فبالتالي لو هي مش بتشتكي انا مش هعمل لها حاجه. لو هي بقى بتشتكي من ديسبارونيا وفعلا انا شايفه الكوز اللي هو لونج تشيل فاجينا سيبتم ساعتها هعمل اكستنشن اوف اللونجيتودينال فاجينا سيبتم. تعملوا له اكستنشن ازاي؟ طبعا انتوا كنتوا بتسالوا لاباراسكوبي هيستروسكوبي ولا او في حد عنده اقتراح اخر؟ فاجينا العادي مش محتاجه الهستروسكوب من منظار ليه؟ ما انا شايفاه المنظار ده لو اوصل لحاجه انا مش شايفاها لكن ما انا شايفاه ما مش كده ولا ايه؟ يعني انت لو جيت انك انت تحط سباكيلم او ريتراكتور او كده ما انت شايف السبتم فبتعمل له اكسجن اندر فيجن عادي خالص زي ما بنعمل الكلاسيكال ريبير اندر فيجن ولا محتاج هستروسكوب يعني مش محتاج حاجه فبتعمل اكسجن اوف اللونج تشيل فاجينا سبتم لو هي عندها يعني سيمتوماتايزنج لونج تشيل فاجينا سبتم. طب لو عندها ترانسفيرس فاجينال سيبتم دي هتبقى سيمتوماتايزنج ولا نان سيمتوماتايزنج؟ هتسيمتوماتايز ازاي؟ كريبتومنوريا بالظبط كده هتعمل لنا هيماتوكولفس هيماتومترا كده فبالتالي نعمل لها كومبليت اكسيجن كومبليت اكسيجن اوف الترانسفيرس فاجينال سيبتم. اوكي فده بالنسبه للانوماليز اللي ممكن تبقى موجوده في المولاريان دكت. في سؤال هنا يا دكاتره اخر واحده طبعا كويس ممكن يبقى عندنا كونجنتال ادرينال هايبوبليزيا لو اكسسيف اندروجين
فيبقى الاورجنز دي تبقى كليتورس كليتروماجلي والاورجنز تبقى شكلها امبيجوال جينيتاليا، فده ممكن ودول بيعملوا لهم بقى يعني بلاستيك بلاستيك سيرجري كويس تبع دكاتره البيدياتريك سيرجري كويس، او اللي احنا بنشوفه طبعا مور كومن اللي هو فيلير اوف كانالايزيشن كويس، فيلير اوف كانالايزيشن اوف ذا لوور اند اوف ذا يوروجينيتال ساينس اللي هي تعمل لنا الامبيرفورت هايمن وتيجي بكريبتومنوريا بيبقى بلوش وبلجين كده هايمن، فساعتها بنعمل لها كروشيت انسيجن عشان نريموف بارت او نعمل ان اوبننج سيميليتنج نورمال اوبننج، لكن مش محتاجه ان انا اعمل لها توتال اكسيجن اوف ذا هايمن لان طبيعي ان الهايمن موجود بس برده طبيعي انه يبقى في اوبننج، فانا اللي بعمله ان انا بعمل لها مع حاجه عشان تخليها نورمال اللي هو بعمل لها اوبننج ان ذا هايمن لكن نوت اكسيجن اوف ذا هول هايمن، على عكس الترانسفيرس فاجينال سابتم هو الطبيعي ما يبقاش موجود الترانسفيرس فاجينال سابتم، فعشان كده بنعمل كومبليت اكسيجن اوف ذا ترانسفيرس فاجينال سابتم، لكن في الامبيرفكت هايمن انت بتعمل لها بس كروشيت انسيجن او اني انسيجن بس عشان يبقى في اوبننج تقلعوا المانسز ان هي تنزل، وبعد كده لما تتجوز عايز يحصل لها ديكلوريشن انجري او بقيه الهايمن ده هيبقى تور. نشوف بس الصور، ده ايه بقى يعني كون انت احمدي الاحسن هنا ولا هناك؟ لا هنا. ده ايه؟ ده يونيكورنيت ناحية واحدة بس موليريان ده بتتكونت والناحية التانية ما تكونتش. طب امال ده ايه؟ ده هون طبيعي ده، لكن ده روديمنتري هون كوميونيكيتنج ولا نان كوميونيكيتنج؟ كوميونيكيتنج او كوميونيكيتنج روديمنتري هون فانكشنينج ولا نان فانكشنينج؟ ما انا مش عارف انا مش عارف ما اقدرش اعرف لان هو ما اعرفش كان فانكشن ولا نمبر، بس انا اللي اقدر اشوفه هنا هو كوميونيكيتنج ولا نان كوميونيكيتنج، فهو اتس كوميونيكيتنج روديمنتري هول، فهنا يونيكورن شوترس ده كوميونيكيتنج روديمنتري هول كويس، ده عندنا الفاجينا هي سنجل لكن عندنا البايكورنيت شوترس يعني اثنين هورنز اهو التو يوتراين كافيتي، خلي بالكم في البايكورنيت المسل وول دي ويل ديفلوب في الناحيتين فبالتالي ما تعملكش يعني انفيرتيليتي ولا تعمل لك فيرست تراماستريك بريجننسي لوس، ما تعملش، ممكن تعمل لك سكند تراماستريك لو اسوشيتد مع البايكورنيوت ده في الاخر انكومبتنت اسمس، يعني عندنا اسمس كان انكومبتنت يعني بس البادي هو اللي ما حصلوش لسه فيوجن لكن السيرفيس حصل له فيوجن لكن واسع او انكومبتنت، فهي اللي ممكن تعمل لك يعني سكند تراماستريك ريكارنت بريجننسي لوس، او لو هي ما عندهاش انكومبتنت اسمس تعمل لك بري تيرم ليبر لان هو الكاباسيتي بتاعه اليوترس بقت اقل. نيجي هنا في اثنين فاجينا، فطبعا لو الاثنين فاجينا ده لحد الاخر فهتبقى ده يوترس دايجالفس يعني لو وصلت اثنين فاجينا لحد اليوروجينيتال ساينس لحد اللور اند اوف ذا فاجينا فده بنقول عليه يوتراين دايجالفس لان احنا عندنا اثنين بادي واثنين سيرفيسيس واثنين فاجينا، ده طبعا يا اما سيبتيت يا اما يعني مش قادر اقول عليه بايكونيت غير لو كان وصل برده لحد تحت شويه، وده سكتيت خلي بالكوا السكتيت يا دكاتره ممكن يبقى كومبليت سبتم او يبقى بارشل سبتم، يعني يبقى واخد كل اليوتراين كافيتي كومبليت سبتم كده لحد الاخر او يبقى بارشل سبتم، في الحالتين السبتم بيتشال طالما ان هو يعني هي جايه لك ب ريكارنت بريجننسي لوس فيرست تراماستريك او جايه لك ب انفيرتيليتي ولقيت ان هي عندها سبتم فبتعمل لها اكسجن اوف ذا سبتم هيستروسكوبيك سبتال ريسكشن يعني ثرو الهيستروسكوب لان بنخش بالمنظار الرحم وبنعمل هيستروسكوبيك سبتم ريسكشن، لو السبتم قصير بنعمله على سنجل سيتنج يعني على مره واحده، لو السبتم كان طويل بالمنظر ده ساعتها بنعمله على دبل سيتنج عشان بنبقى قلقانين ان احنا نكافوريت او كده، فبنشيل مثلا الحته القليله دي وبنسيبها الاسبوع اللي بعده نرجع ان احنا نكمل، يعني ممكن تتعمل على سنجل سيتنج او على دبل سيتنج على حسب هي هو السبتم ده كبير طويل يعني ولا السبتم ده قصير، فده بالنسبه للانوماليز اللي ممكن تبقى موجوده، ده برضو نفس الفكرة نفس الصور اهو ده السبتيت شيترس بس السبتم قصير مش واصل لحد الاخر فبرضو بنعمل لهم هيستروسكوبيك سبتم ريسكشن، طبعا دول مش محتاجين ان انا اعمل لهم حاجة انا بس عارفة انه ممكن يحصل لها بري تيرم ليبر فبنبقى مجهزين نفسنا، يعني مين جهزين نفسنا؟ يعني انا بتكون في حاجات نيونيتال اي سي يو نيونيتال اي سي يو الكلام ده، طب ده الاطفال ده اللي يجهزوا نفسه انا ايش دعم نيونيتال اي سي يو ستيرويدز بالظبط كده جهاز نفسي انا عامل ايه انا دكتور النساء جهاز نفسي
يعني ان انا اديها ستيرويدز، لان ممكن ادي ستيرويدز عشان البيبي اللي لما تشيلي بتاعه البيبي، لان ممكن يحصل لها بري تيرم كونتراكشن وبري تيرم ليبر وكده، فبنبقى مجهزين نفسنا ان احنا بندي ستيرويدز عشان لو حصل فعلا بري تيرم ليبر البيبي ما يحتاجش انكيوبيتور فور ا لونج تايم. فده لو هي كده او كده. هل نعمل لها ميكروبلاستي؟ يعني ايه ميكروبلاستي؟ ميكرو اللي هو يوترس، بلاستي اللي هو بلاستيك سيرجري، عشان نعمل يونيفيكيشن اوف البايكورنيت، يعني نعمل لهم يونيفيكيشن الاثنين. ايه رايكم؟ لحسن يجي لها بري تيرم ليبر والبيبي يحتاج حضانه، ممكن ابوظ الدوس 10 مان. ده مش بس 10 مان، ده انت عملت ابر سيجمنت انسيجن، فبالتالي هيبقى فيه طبعا ادهيجن، هيبقى ويك يوتراين وول، انت ممكن ما يحصل لها اساسا انفيرتيليتي نتيجه للاندوميتريوم اللي بقى فيه مشكله. مش كده ولا ايه؟ ده انت عملت موربيديتيز اعلى كتير قوي من الكومبليكيشن اللي كانت ممكن تحصل من البري تيرم ليبر. فبالتالي يعني لازم نبقى في بالنا كده. فلو لقينا بايكورني يوترس يا دكاتره، هو بس اللي بنتاكد منه هل اسوشيتد مع انكومبتنت ازمس ولا لا، عشان لو معاها كمان انكومبتنت ازمس ابقى قايله لها ان انا محتاجه اعمل سيركلاج لما تحملي عشان ما يحصل لهاش سكند ترامستريك ريكورنت بريجننسي لوس. لكن لو ما كانش معاها اسوشيتد انكومبتنت ازمس والسيرفكس ما كانش فيه مشكله، يبقى ساعتها بس بناخد بريكوشن هي ممكن تخش مننا في بري تيرم ليبر، فبديها ستيرويدز عشان البيبي يحصل بروبر لانج ماتيوريتي. اللانث اقل من 2.5 او بتقيس كمان الانر تو انر دايمت، بيكون اكتر من 8 ولا اكتر من 2؟ ايه اللي 8 و 2؟ اكتر من 8 ملي اللي هو لو الانر تو انر، احنا بنتكلم على الانر تو انر، انر تو انر، او السيرفايكال لانث اقل من 2.5 سنتي كويس، انه شورت سيرفكس، او الانر تو انر دايمت هو اقل من 8، اكتر سوري من 8 يعني هو دايليتد الانترنال. طيب يبقى ده بالنسبه للامبليكيشن بتاعها. بيجي لكم طبعا صور هيستروجرام في اخر سنه في الاسكي كويس، فاللي فوق ده بايكورنيت. بايكورنيت اهو اثنين. طب بايكورنيت ولا سبتين؟ لا ممكن يبقى برود سبتم كده وده سبتين. انا اعرفش اعرف ازاي من الزاويه بقى دي. الزاويه يعني تولز، يعني الزاويه بتقول يعني اللي هو الانجل ده اوبتوز ولا اكيوت وكده، ده يعني يقول لك مور كامل ان هي تبقى كده، لكن يدياجنوز هو فعلا يحلف على ان ده سبتيتا او بايكورنيت. وما احلف ازاي؟ ابص لافاروسكوبي ولا هيستروسكوبي؟ لافاروسكوبي. مين بيقول لافاروسكوبي؟ لان لافاروسكوبي فعلا هو اللي انت هتشوف دول اثنين هور ولا واحد. فلو لقيت الفاندس ده واحد خلاص ده يبقى سبتيت يوترس اكيد، لو لقيت اثنين هور ده يبقى بايكورنيت يوترس. طب لو ما انا دخلت بالهيستروسكوب انا هشوف تو كافيتي، ايوه هل التو كافيتي دول سيبريتد باي بروبر يوتراين ماسل وول وبايكونيت ولا سيبريتد باي سبتم؟ انا ايش عرفني هو اللي في النص ده سبتم اللي انا مش شايفاه، انا شايفه اثنين يوتراين كافيتي. فديفينتلي انت لو عايزين نفرق ما بين البايكونيت وما بين السبتيت يبقى لازم انك انت تعمل لاباراسكوبي، لان الهيستروسكوبي مش هيفرق لك، انت كده كده هتشوف اثنين كافيتي. طيب ده لو احنا بنتكلم على بايكونيت، اللي تحت ده ايه؟ بايكونيت ولا مش بايكونيت؟ هو بس الانجل مش حلو، فهو مش عامل بروبر ستريت دول، ما تقدرش تقول هو ريدومنتري هورن ده ولا بايكورنيت ولا ايه، فلان هي 2 دي ايمج خلاص، لكن اللي فوق ده ستريتند وكده، فانت شايف التو هورنز كويس قوي، لكن هنا انت مش شايف التو هورنز لان في واحد جاي على التاني، فعشان كده احنا مش شايفين، يعني الصوره اللي تحت مش حلوه، ما تقدرش تقول ده سكتيت ده بايكورنيت ده مال ده يكون ده مال وده مش باين، اللي فوق هو اللي باين كويس. ده يونيكورن. طب وليه قلت عليه يونيكورن؟ عشان شكله مفيش الناحيه الثانيه. طب هل ممكن تبقى دي مثلا مايوما وعامله فيلينج ديفكت فما خدتش داي فمش شايفه؟ شفت على الاقل لاين كده. يعني انا قصدي هي ما ماشي شكل قوي اليونيكورن، بس ما هي ممكن تبقى مايوما وفيلينج ديفكت. ممكن يعني كانت تصير نورمال يعني افندم؟ لا يعني انا قصدي ليه احلف على يعني ازاي افرق هو يونيكورنيت ولا ممكن تبقى فيه فيلينج ديفكت في الحته دي؟ ممكن الترا ساوند. لا لا ما هو فيلينج ديفكت انا قصدي ناحيتين، يعني يوترس ده مكمل عادي بس الحته دي فيها مايوما، فبالتالي بقى فيلينج ديفكت او الحته دي يعني ايه فيلينج ديفكت؟ يعني حته ما اخدتش الدار. افندم؟ تشوبس مش كده ولا ايه يا دكاتره؟ مش هي مش الفيلينج ديفكت لازم تبقى الهورن ده بيبقى مقفول الكورنيال اند؟ لا مش شرط. مش كده مش شرط خالص ان هو يبقى مقفول. بصوا احنا دي حاجات كده يعني اللي هو بس عشان نبقى يعني بنوسع افقنا مش كده ولا ايه؟ فطبعا يعني بمعنى اخر يعني ممكن الاقي المنظر ده والاقي مثلا تيوبه جايه كده ممكن اللي هو كان ده فيلينج ديفكت، لكن الداي ممكن تعدي عادي وتروح للتيوب الثانيه، لكن طالما ان انا لقيت
سنجل تيوب مع ده فهو ده موست بروبلي ان هو ده يونيكورن تيوترس لان هو سنجل فالوبيان تيوب موجوده كويس هو لا ده هو ده شبه الاركود شبه الاركود بس ده حاجه اسمها ده اسال ستيربوسيرو اليوتر يعني كان زمان ساعات ان هما بياخدوا الاستروجين كويس وكان بيبقى موجود في الكونتراسبتيف فيز اللي هو ده اسال ستيربوسيرو كان بيعمل مشكله في الديفلوبمنت بتاع اليوترس بتاع الفيميل البيبي لو هي حامل في البنت فلما بتكبر بيبقى عندهم ابنورماليتي سكيب اليوترس ما يعني ما بقاش موجود لان ما بنديش ابدا ده اسال ستيربوسيرو ما بقاش موجود بس هي دي صوره قديمه قوي لازم نشوف ده طبعا باللاباروسكوب طب ليه قلنا مش فاهمه طب ليه قلنا ان ده يوترس دايدالفيس مش ممكن تبقى دي سبسيرس مايوما ليه قلنا عليها يوترس دايدالفيس يعني هو طيب هو ده يوترس وده يوترس وده يوترس سيكرال ليجمنت او واتيفر ده اوفري وفالوبيان تيوب وده اوفري وفالوبيان تيوب ليه قلنا ان ده يوترين دايدالفيس ليه ما قلتش ان ده يوترس ودي سبسيرس مايوما كنت شايف من قبلها ها انتوا شايفين الاناتومي خلاص كله فاهم الاناتومي اهو يوترس اهو وادي الفالوبيان تيوب والاوفري وادي يوترس اهو يعني هو قايل لنا انه دايدالفيس فبالتالي ده يوترس اهو وده اوفري طب ليه ما اقولش عليه ان ده يوترس ودي سبسيرس مايوما عشان انهي ليجمنت طب لو مش موجود الليجمنت ما هو اليوترس ده عنده توبه مش انا الباوندرز بتاعه اليوترس ايه يا دكاتره بنبص على الاوفريز والتيوب يبقى هو ده اليوترس ده كورنيال اند اوف اليوترس ده كورنيال اند اوف اليوترس لكن لو ده سبسيرس مايوما هيبقى الاوفري والتيوب دي طالعين من ايه هيطلع من هنا طالعين هنا دي الباوندرز بتاعه اليوترس وطالع منها بقى سبسيرس مايوما فاحنا بتشوف الاوفري والفالوبيان تيوب دول موجودين فين اهم دول اليوترس بتاعك لا ده دايدالفيس ده مش عارف بايكورنيال ده ايه فانت بتشوف اليوترس بتاعك فين بالباوندريز بتاعت الفالوبيان تيوب اند الاوفري فطبعا طالما ان الاوفري ده الناحيه الثانيه خالص يبقى بقيت اليوترس اهو يبقى انا كده عندي اثنين يوتراي او يوتراين دايدالفيس واضح ده هيستروسكوبيك ولا لاباروسكوبيك لاباروسكوبيك لان انا شايفه اليوترس من بره لو انا شايفه اليوترس من بره فندس وكده فانا ده لاباروسكوبيك لكن لو انا شايفه اليوترس من جوه كويس انا شايفه اليوترس من جوه وده عندي كافيتي وده عندي كافيتي فانا ده هيستروسكوبيك لان انا انسايد يوتراين كافيتي هل هو سكتيت ولا بايكورنيت ما اقدرش احلف طبعا بس هو غالبا اتعمل الاول لاباروسكوب فلقينا ان هو سنجل فندس عشان كده بيقول ان ده سكتيت يوترس لكن طبعا ممكن جدا المنظر ده يبقى برده لبايكورنيت يوترس لان انت عندك تو يوتراين كافيتي ما تقدرش تقول ده سكتيت ولا بايكورنيت غير لما تعمل لاباروسكوبي وتشوف عندك سنجل فندس ولا عندك تو فندس اوكي في سؤال هنا لو عندك سبسيرس مايوما السكند اوفري هيبقى طالع من هنا ولا هيبقى طالع من المايوما انا ليه ما قلتش ان هي بايكورنيت عادي بايكورنيت يعني هم قالوا ده يتقلص عشان هو مكمل حتى لكن طبعا بايكورنيت عادي بايكورنيت اوكي فجاينا طبعا هنا اللي هو الانفيرفورت هايمن او بلوش خلاص بس طبعا ده الهايمن ده يعني بايبرتايت او تبع مش فارق يعني المهم ان هو الانفيرفورت هايمن انفيرفورت هايمن ففي بلوش بلج لازم تسيباريت الاثنين ليبيا ماينوره عشان تشوف الهايمن لان لو الاثنين ليبيا ماينوره في مكانهم انت مش هتعرف تشوف الهايمن فلازم تعمل سيباريشن اوف ليبيا ماجوره في عادي ما مش هنعملها سيباريشن دي الليبيا ماينوره بنعملها سيباريشن تشوف الهايمن فلقيت ان هو في بلوش ديسكالوريشن او بلوش بلج فده imperfect hymen يعمل لها السيمتومز بتاعه الكريبتومنوريا وبيبقى التريتمنت بتاعنا انسيجن كروشيت انسيجن كده عشان يقلعوا الفلو اوف مانسس وده طبعا منظر الهيماتوكولبس والهيماتومترا ليه الهيماتوكولبس اكبر من الهيماتومترا عشان الكولبس مصل لان دي تو مصل لايرز بس فطبيعي انها تبقى فيري ديستاندد لكن ده ثلاثه مصل لايرز وسترونج مايوميترا فالديستانشن بتاعها بيبقى مور اور ليس ليميتد عشان كده الهيماتوكولبس بتبقى فيري ديستاندد فاجينا وطالما فيري ديستاندد فاجينا كده تعمل لك سيمتوم ايه بريشر يوري ريتنشن تعمل يوري ريتنشن لانه هيضغط على اليوريثرا والبلادر مليانه طب ما فكده هي ممكن قوي يجي لها يوري ريتنشن ساعات بيقول لنا اساسا بيوري ريتنشن تجيلك في الاستقبال بيوري ريتنشن من كتر ما الهيماتوكولبس ده ضاغط على اليوريثرا والبلادر مليانه ومش عارف تفضي لانه هو اليوريثرا بقت مقفوله من كتر الهيماتوكولبس الكبير اللي موجود
نفس القصه برده انفيرفريت هايمن وبنعمل لها كروشيت انسيجن. ليه قلنا ده ترانسفيرس سبتوم؟ عشان جوه لازم تشوف الهايمن عشان تقول ترانسفيرس سبتوم، لازم تشوف انتاك هايمن عشان تقول عليه ترانسفيرس سبتوم. لكن ترانسفيرس سبتوم كده من غير ما يبقى شايفه الهايمن مش هعرف ان انا. دي طبعا الجارتنر، وقلنا الجارتنر ده بتبقى بارت اوف هم دول اللي هو الرامننس بتاعه الولفيان ده من اول الهايدات السيست اوف مورجاجني فوق عند الفالوبيان تيوب، وبعدين بعد كده بيبقى ماشي معايا الكابلت دافت دي، وبعدين الاف اوفرن والفار اوفرن لحد الفاجينا تحت ان هي نازله جوه الفاجينا، ممكن تكبر وتعمل لك الجارتنر. الجارتنر اللي هي بنشوفها في الانترولاترال بارت اوف ذا فاجينا بتعمل تي في اكزامينشن بتلاقيها، فمش بنشيلها غير لو كانت هي يعني كومبلينج منها، بتقول لك في حاجه في الفاجينا مضايقاني او كده بتشيلها. لكن لو هي مش كومبلينج منها او مش مضايقاها في حاجه، فانت مش محتاج ان هي تشيلها. يعني ايه ذير از سيمتوم هو اللي بتشيلها لها، مفيش سيمتوم زي بقى مش محتاج ان هي تشيلها. في سؤال يا دكاتره؟ طب كده بقى خلصنا الاناتومي بيج ديفلوبمنتال انوميليز. ان شاء الله يوم الخميس هناخد الحته الاخرانيه بتاعه الجاينيكولوجي اللي هي الاوبريتيف والتكنيكس والحاجات دي، ميستروسكوب ولابروسكوب والتكنيكس والكلام ده. يبقى كده خلصنا ان شاء الله الجاني وخلصنا كله، ونبدا بقى المراجعه من الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا يا دكاتره.